طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المحاضرة الماضية تكلمنا عن اكتشاف الاختناق لما يكون في عندنا مورد واحد. وهذا الموضوع حلينا بموضوع الرسم. بموضوع الرسم. الآن لما يكون في عندنا أكثر من مورد كيف ممكن نكتشف الاختناق؟ كيف ممكن نكتشف الاختناق؟ طبعاً هذا الموضوع بنحل بقضية الماتريكس. والمثال التالي حيوضح الآلية كيف راح نشتغل على موضوع اكتشاف الاختناق. طيب فلاحظوا بالسؤال بيجيكم الموارد الموجودة بالنظام 4 2 3 1 بغض النظر 4 طابعات سكانرين هارد سكان إلى آخره. بيجينا الموارد المستخدمة في العملية الأولى مستخدم كذا، في العملية الثانية مستخدم كذا، في العملية الثالثة مستخدم كذا. وبيجي عندنا كمان الموارد المطلوبة. في العملية الأولى مطلوب كذا، في العملية الثانية مطلوب كذا، في العملية الثالثة مطلوب كذا. كيف ممكن نبدأ تكنيك الحل؟ كيف ممكن نبدأ تكنيك الحل؟ بداية خلينا نحسب مجموع الموارد المستخدمة. نحسب مجموع الموارد المستخدمة. صفر واثنين وصفر اثنين. صفر وصفر واحد واحد. واحد وصفر واثنين ثلاثة. صفر وواحد صفر واحد. إذا أول خطوة خلينا بس نتبع هون كمان نحكي هاي أول خطوة إني حسبت مجموع الموارد المستخدم. طيب الآن لازم أعمل حسبة للموارد المتوفرة اللي عندي. موارد المتوفرة اللي عندي. طيب شو قاعدة تحكي لي؟ قاعدة تحكي لي هون الموارد المتوفرة شو تساوي؟ تساوي الموارد الموجودة ناقص المستخدم. ما هو احنا بدنا نحسب بما انه في عندي انا موارد موجودة عندي صح؟ وفي عندي موارد مستخدمة صح؟ هلا الفرق بيناتهم شو بيعطيني؟ بيعطيني ايش الان مش مستخدم اللي هو متوفر قدامي. مظبوط ولا لا انا؟ بيعطيني ايش؟ متوفر قدامي. فهو عبارة عن الفرق ما بين الموارد الموجودة والموارد المستخدمة. إذا الموارد الموجودة هي مين؟ هذا قدامها. والموارد المستخدمة اها اذا الفرق بيناتهم حيكون عندي موضوع كالتالي. حيكون عندي 4 2 3 1 ناقص مين بنات؟ 2 1 3 1. شو بيطلع الجواب عندي؟ بيطلع الجواب عندي يا بنات كالتالي 2 1 0 0. هذا المتوفر اللي عندي. هذا المتوفر اللي عندي. هلا هذا المتوفر هل بسد احتياجي المطلوب؟ مش هيك المنطق؟ مش المنطق اشوف انه المتوفر بسد احتياجي المطلوب ولا لا؟ صحيح منال؟ صح. طيب فالان راح اعمل مقارنه. راح اعمل مقارنه ما بين المواد المتوفره هاي والمواد مين؟ المطلوبه، الموارد المطلوبه. هل المتوفر بسد احتياجي المطلوب ولا لا؟ كيف بنعملها؟ اذا خليني اكتب لكم اياها هون. نقارن المتوفر بمين؟ بالمطلوب. نقارن المتوفر بالمطلوب. شو بصير العملية؟ بصير العملية عندي كالتالي 2 1 0 0 هذا بحط قباله مين؟ المطلوب. بحط قباله المطلوب. المطلوب قديش عندهم بنات؟ 2 0 0 1 1 0 واحد صفر اثنين واحد صفر صفر. طيب خلينا نبدأ الحسبة ونشوف هذا المتوفر وهذا المطلوب. هذا العملية الأولى، العملية الثانية، العملية الثالثة. خلينا نحسب بالطريقة التقليدية. هل الاثنين بتغطي الاثنين؟ هل الواحد بغطي الصفر؟ هل الصفر بغطي الصفر؟ هل الصفر بغطي الواحد؟ فشل. اذا ما بيحلي لي مشكله مين؟ العمليه الاولى صح؟ نيجي مع مين؟
مع التالي. هل الاثنين بتغطي الواحد؟ لا. ملا. الاثنين أكبر واحد صح؟ عندي طابعتين هون بدي طابعة واحدة. إذا أنا في السليم صح؟ هل الواحد بغطي الصفر؟ هل الصفر بغطي الواحد؟ لا. إذا فشل. نيجي عمين؟ عمين التالي. هل الاثنين بتغطي الاثنين؟ هل الواحد بغطي واحد؟ هل الصفر بغطي الصفر؟ هل الصفر بغطي الصفر؟ اذا هاي نجحت. اذا انا ما عندي مشكله بالعمليه الثالثه، سددت احتياجاتها. مين ضل عندي مشاكل؟ الاولى والثانيه. طيب بما انه هيك صار عندي، معناته يا ست العزيزه من هاي وهاي، من المتوفر والعمليه الثالثه، صار عندي انا ايش؟ صفر 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 صفر، صح ولا لا؟ صح. هذا المتوفر عندي بعد انتهاء العمليه الثالثه. هذا متوفر بعد انتهاء العمليه الثالثه، لاني العمليه الثالثه سكرتها، ما ضل عندي شيء زايد، غطيتها بالضبط. اثنين غطى اثنين، واحد غطى واحد، صفر غطى صفر، وصفر غطى صفر. فهو الفرق ما بين هاي وما بين هاي اصفار، مزبوط؟ طيب هذا شو بنسميه؟ بنسميه هذا اللي هو متبقي بعد اعطاء العمليه الثالثه احتياجها. متبقي بعد اعطاء العمليه ثلاث احتياجها. لانه انا هذا المتوفر عندي وهذا العمليه الثالثه سكرتهم، صح؟ معي؟ ايوه. تمام. فصف عندي متوفر صفر. بالنسبه للعمليه الثالثه انتهت. تمام. الان بعد انتهاء العمليه الثالثه، لانها خلص راحت. خلص. لازم اجمع كل شيء بتعلق في مين؟ في العملية الثالثة. خلص ما هي خلصت. صحيح؟ ما هي خلصت. بدي اجمع كل شيء متعلق فيها. لعل وعسى استفيد منه وين؟ عملية لقدام. طيب. الآن شو بصير عندي؟ خلينا نشطب هون. خلينا نشوف هذا الكلام. اذا وصلنا عند مرحله 0 0 0 0 اللي هو اللي ضرب من العمليه الثالثه، صح؟ طيب لاني هذا بدي الكلام. الان باجي بنات، شو باجي بعمل؟ بجيب كل شيء له علاقه بالعمليه الثالثه. قلنا اخر شيء صفار ضل عندي، صح؟ اللي هو متبقي 0 0 0 زائد العملية الثالثة هاي هون بالمستخدم، هذا الموارد المستخدمة بالعملية الثالثة، صفر واحد اثنين صفر، هذا كان اللي هو المتبقي وهذا المستخدم، ومين بجيب كمان؟ المطلوب من العملية الثالثة. بعد ما خلصت العملية الثالثة بروح بجيب كل شيء له علاقة بالعملية الثالثة، من مستخدم، من مطلوب، من متبقي. من مستخدم العملية الثالثة، من مطلوب من العملية الثالثة، والمتبقي الصفار اللي قبل شوي حسبته بعد ما اعطيت العملية الثالثة احتياجها. شو بصير عندي هون؟ خليني اجمع هذا الكلام. بيطلع عندي يا بنات 2 2 2 صفر. إذا هذا المتوفر أصبح عندي. هذا اللي أصبح عندي متوفر. هذا أصبح عندي متوفر. طيب. بجيب المتوفر هون 2 2 2 صفر وبقارنه مع مين؟ مع مين؟ مع المطلوب. وأنا أول مرة قارنته مع المطلوب ما نجحت عملية واحد ولا نجحت عملية اثنين، لكن استفدنا من عملية ثلاث، صح؟ صحيح. الآن نرد مرة ثانية. نرد نكرر التجربة لأنه صار عندي مصادر ثانية. مع 2 0 0 1 مع 1 0 1 0 مع ايش؟ 2 1 0 0 واللي هي هاي أصلا خلصت. صحيح بنات؟ هاي خلصت. طيب نيجي نقارن. يلا الاثنين بتغطي الاثنين؟ الاثنين بتغطي الصفر؟